الخبر الاول اللي عدنا عن قمر مارو شنو صار وياها. فبعد ما احتبب بالانستغرام وصل 2 مليون متابع يا حبايب، نزل شويه ستوريات كانت تبكي من الفرحه مالتها. للاسف يا حبايب انه احتبب بالانستغرام تهكر، والله من متابعين صدمه ونحسبها بالانستغرام بعد 10 دقائق هو تهكر. ضغرت انه تنزل على حساب القطه مالتها اللي اسمها زوزي شويه ستوريات كانت نوعا ما قاعده تبكي بيها وتقول انه حسابها بالانستغرام تهكر، وقاعده تدعي على الشخص اللي هكروا حسابها وتقول ان الشخص اللي هكر حسابها كان يحاول يدخل على الحساب مالتها وهو غيران من عدها. هذا خلى شويه متابعين انهم يتوقعون او تتوقعون انه هي تقصد نور مار بكلامها انه هو حاول يدخل على حسابها. ما ادري صراحه احطكم الستوريات تشوفوها يا جماعه، اني ما اعرف ايش صار. الخاص عندي انقلاب هنا بهذا الحساب، ما اعرف ايش صار بحسابي. بعدني ما لحقت افرح بالمليونين والحساب طار. حسبي الله على كل شخص حاول يفك حسابي او هو اللي سوى بي، وكل شخص غيران لاني وصلت لهالعدد. راح احاول ارجع الحساب ان شاء الله يرجع. ادعوا لي وهدوا شويه علي خل اعرف اركز. ادعوا لي ارجع. اكو ان شاء الله يا رب يرجع حسابها يا حبايب، وان شاء الله ما يكون نور مار برا هذا الموضوع عم تنصر مشاكل. واكتبوا لنا يا حبايب بالكومنتات شو رايكم بهذا الخبر. ننتقل حاليا ليارا مارو تنزل لها شويه ستوريات تحمس بها المتابعين انه راح تنزل مقطع باكر. هذا المقطع يا حبايب راح ينزل لكم باكر الساعه 4، وراح تكون بيه عباره عن مفاجاه كلش خرافيه حسب كلامها. فشو تتوقعون يا حبايب المفاجاه؟ على كل راح احط لكم الستوريات مالتها شوفوها. يا جماعه كيفكم، شو الاخبار؟ بما انه انا خلصت لكم تصوير المفاجأة وكل شيء، المفاجأة بكرة على الساعة 4 حتكون نازلة، فكونوا كلياتكم جاهزين على الساعة 4 بالضبط. حنزلكم المفاجأة اللي تعبت عليها كثير 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 كثير. وعلى فكرة لحد الان مو مخلصتها، يعني صورتها وخلصتها، خلصت التصوير حتى انزلكم اياها على يوتيوب، بس لحد الان مو مخلصتها. وانا وماما كنا قاعدين عم نظبط فيها. ماما المفاجأة لسه بدها ترتيبات كمان ولا لا؟ كثير لسه كثير جدا. ايش معك عن جد؟ والله لسه كثير شغلات ناقصه. يعني شو صورنا لكم اياها بس لحتى اخلص منها اساس، وفكرت حالي خلصتها ولسه في كثير شغلات ناقصه. بتصيري انا حاليا ما صار لي زمان فائق من النوم، لانه امبارح قضيناها طول النهار والليل تصوير فيديوهات لكم، انه فيديوهات حلوه وهي. حتى المدرسة ما رحت اليوم، غبت عن المدرسة. اروح حاليا لبيسان تكت ولا هي زعلانة؟ فنزلت هذا الستوري يا حبايب كانت كاتبة علي رغم الفلتر، ولكن واضح عليها انه هي زعلانة، يعني قصدها واضح حتى من عيونها انه هي هواية باتشي. مثل ما شايفين يا حبايب الستوريات هذا اللي خلى شوية متابعين انهم يتوقعون سبب بكاها، وانه وسام تكت حاليا راح يسافر ويا ياسو، وهو وسام تكت كان حبيبها السابق. ما ادري صراحة يا حبايب بالكومنتات شاركوا بهذا الخبر، وهل تتوقعون فعلا هي بكت او زعلانة على مود وسام تكت او لا. وعلى سيرة وسام وياسو يا حبايب، الحمد لله هم وصلوا حاليا للمنطقة اللي كانوا مسافرين لها بعد ما نزلوا شوية ستوريات من داخل المطار والطيارة. ياسو نزلت هذا الستوري كانت كاتبة بيه كلش تعبانة وميتة من التعب. اكون اكتبوا لنا بالكومنتات جاي متحمسين للاشياء الخرافية اللي حيصوروها بالمكان اللي سافروا بيه. وبيوصل احبابنا وصلت مقطع المقطع عجبكم، نزلت مقطع قبل شوية فروحوا شوفوا يا حبايب، هذا المقطع الثالث فجر هذا المقطع. لايكات قدرة التعب، احبكم احبكم احبكم، وبس مع السلامة.